أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، سبق وأن قلت لكم وراح أخليكم هذا المقطع عن البديل الدودي الضبابي. البديل هو هذه الصراصر الطيارة يسموها الكريكت. هذه الكريكت هي بها بروتينات جيدة للبلابل وبقية الطيور والدجاج والسحالي، ممكن تكاثروها بسرعة بس تنتبهون إليها حتى لا تتطفر بالبيت. يمكن توجدها كل مكان، مو إلا بالحدائق بشغلات تأخذها وتقدر تخلي لك كرتونات مال بيض وتخليها. اغسلونا بهذا الباكس ما توقع ولا تطلع. هذا هو الثلاجة مال دود القبابي، تشوفون شلون يخزنوهم، هاي اسعارهم كلها بحافظات مخزونة بالثلاجة حتى تبقى تحافظ على مكانها. مثل ما شوفتكم ما تقدر نخزنها، انا جيت اربيهم بعدين شفتها صعبة. الكريكيت الصراصر الطفرة.